أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجهة النظر. ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ دكتور محمد عمادي، وهو رئيس مؤسسة طوالت الثقافية. سنتحدث اليوم عن أقدم سكان في شمال أفريقيا، وهو البربر أو الأمازيغية الذين حاموا رأية التوحيد الإسلام في وجه الاستعمار الفرنسي. أستاذ، أهلا وسهلا بكم. أولا نشكركم لمتابعتكم معنا. أريد أن أبدأ لسبب زيارتكم لتركيا أولا. هوش بولدوك، تشكرلر. أهلا أهلا وسهلا بك. طبعا سبب مجيئي إلى تركيا هو حقيقة جزء من مشروع أكبر. أنا ذهبت إلى إيطاليا وجمعت الوثائق في إيطاليا وجمعت الوثائق في دول الجوار الأخرى، وتركيا كنت قد جئت من قبل، ولا هذه الزيارة الثانية أجمع فيها الوثائق العهد العثماني التي تخص الأمازيغ الليبيون الذين يعني في المحيط الجغرافي الليبي اليوم. أمازيغ الليبيون فقط؟ نعم، لأن حقيقة الأمازيغ يسكنون كل شمال إفريقيا، نعم، بل حتى جزر الكناري، جزر الخالدات، ويسكنون في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. يوجد قريتين كبيرتين أو مدينتين كبيرتين في مصر يوجد فيها أمازيغيون إلى اليوم، تعدادهم ربما نفس تعداد الأمازيغ في ليبيا يعني عموما. فلا تستطيع أن تجمع الوثائق والكتب وكذا لكل الأمازيغ، وكما تعرف ولا أستطيع أن أجمع كل ليبيا بما أن ليبيا هي وطني يعني. فأجمع فقط، أو مؤسستنا تهتم فقط بالمحيط الجغرافي المتعلق بالأمازيغ الليبيين، وهو المنطقة المسمية اليوم جبل نافوسة في ليبيا. طبعا أريد أبدأ أنا أولا، من هم الأمازيغيون؟ ومعروفين البربريون فقط هم سماه اليونانيون أظن، نعم، البربري. لماذا، ما معنى بربري، ولماذا لا يريدون أن يقبلون هذه الكلمة التسمية؟ وكمان من هم الأمازيغيون؟ هل ممكن تتحدثون لنا منذ تاريخهم كمان؟ نعم، من بداية تاريخهم. نعم، الأمازيغ كلمة يطلقها السكان الأصليون لشمال أفريقيا عن أنفسهم. كلمة بربر أطلقها اليونانيون عليهم. اليونانيون أطلقوا كلمة بربر على شعوب كثيرة، كل من لا يتحدث لغتهم يسمونه بربر. يعني الآن في اللغة الإنجليزية، ربما أدخل قليلا عن طريق اللغة، عندما يكون يتحدث الإنسان بكلمات لا تفهم في اللغة الإنجليزية يقال بلا بلا بلا. اللام هذه جاءت من الحقيقة، بلا بلا جاءت من اليونانية، برا برا برا. فكل إنسان لا يتحدث اللغة اليونانية يسمى بربري. ولهذا مثلا يسمى الصوماليون، الصومال وهي في إفريقيا بربر، وتوجد مدينة اسمها بربرة في الصومال، وتوجد في أثيوبيا، وتوجد في مناطق كثيرة حول العالم بربر، بل حتى الألمان كانوا يسمون البربر. كل هذه الأسماء اختفت عبر التاريخ، بقي اسم البربر عندنا في شمال إفريقيا فقط في شمال أفريقيا. نعم، لأن العرب أخذوا هذه الكلمة كذلك واستعملوها ظنا منهم إنها اسمنا الحقيقي، ولكن هم لا يرفضون هذه الكلمة الأمازيغ، ويقولون نحن أمازيغ هكذا سمينا أنفسنا. والكلمة نفسها في حد ذاتها تعني النبلاء أو الأحرار، وكما تعرف جميع شعوب العالم يصفون أنفسهم بأوصاف وكلمات كثيرة يعني. كمان منذ بداية التاريخ دخلوا للإسلام في القرن 7 أنا أظن، يعني بعد ما كمان هناك السبعة الميلادي، سبعة الميلادي، ليس الهجري، نعم طبعا سبعة الميلادي، يعني قريب لبداية الإسلام كمان. نعم. وبعدما دخلوا للإسلام ماذا كان فعالياتهم ونشاطاتهم للإسلام؟ نعم. هل ممكن تتحدثون لنا بعد ندخل إن شاء الله الأمور اليومية والأخرى؟ نعم، حقيقة يعني أكيد الأمازيغ كان لهم دور كبير في الإسلام ودخول الإسلام، ولكن دعني أرجع بك قليلا قبل الإسلام. طبعا. لأن يعني عندنا وثائق وعندنا كتابات، بل عندنا تاريخ كامل يعني موجود قبل الإسلام. فالأمازيغ موجودون في المنطقة يعني منذ على أقل وثيقة ذكرت 2700 سنة قبل الإسلام، قبل الميلاد عفوا، وليس الإسلام، قبل الميلاد، بمعنى 3400 سنة قبل الإسلام يوجد وثائق. بل الأمازيغ أنفسهم حكموا مصر، كان لهم حكموا مصر. نعم، 750 عفوا، سنة 950 قبل الميلاد كانت لهم دولة في مصر، ووحدوا مصر، شمال مصر وجنوب مصر آخره. كانت لهم إمبراطور
وهو سبتيموس حكم روما وهو إمبراطور أمازيغي، كان زوجته من سوريا، كان لهم يعني صولات وجولات قبل الإسلام. يعني لهذه نعم هذه الأشياء موجودة عبر التاريخ، ولكن للأسف تاريخنا مطموس بسبب السياسات التي ربما نتحدث عنها من بعد. يوجد كذلك من كبار علماء النصارى من البربر، مثلا القديس أغسطين، بل من أحد كتبة الإنجيل يعتبر من الأمازيغ، وهو القديس ماركوس الذي يسمى مارك بالإنجليزية أو مرقس بالعربية. يوجد منهم تورتوليان، يوجد منهم يعني أسماء كثيرة جدا لا يسعنا الحديث عنها كلها هنا، ومن وأسسوا مذاهب قبل الإسلام، مذهب كبير جدا انتشر في كل شمال أفريقيا يسمى مذهب الدوناتي، وهو رئيسه أمازيغي، وكان هناك مذهب آخر وهو مذهب عنيف نوعا ما ضد الرومان. كانوا مسيحيون يعني قبل كانوا مسيحيون قبل الرومان، كان الرومان يضطهدونهم بسبب مسيحيتهم، ثم لما انقلبت الرومانية وأخذ المذهب الكاثوليكي أصبحوا يعني يضطهدونهم لأنهم يخالفونهم المذهب. كان مذهب الأمازيغ خاص بهم يسمى الدوناتية، وكان هناك أمازيغ مذهب آخر وهو ضد الرومان وحمل السلاح ضد الرومان يسمى الدوارين سيركمسيليون وإلى آخره، يعني من هذه المذاهب قبل الإسلام. لما جاء الإسلام لشمال إفريقيا كانوا على النصارى، على أقل المنطقة التي أنتمي إليها أنا جغرافيا وهي جبل نافوسا كانوا على النصرانية. هذه المنطقة دخلت الإسلام في المرحلة المبكرة جدا قبل تونس والجزائر إلى آخره بحكم الجغرافيا، يعني بحكم نحن أقرب إلى يعني كيف قبلوا فورا لا 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 لم يقبله فورا، ولكن كانت هناك حروب وكانت معادات بعد زمن قصير جدا يعني. نعم في حقيقة الأمر لم يقبلوه بهذه السهولة بسبب ظلم الأمويين في البداية، الدولة الأموية كانت تظلمهم. هم قبلوا يعني وجهة أخرى من الإسلام وهي الإباضية، لو تسمع عنها. هناك مذهب موجود منتشر في عمان ومنتشر في ليبيا والتونس والجزائر يسمى المذهب الإباضي، وهو يختلف نوعا ما عن باقي المذاهب الإسلامية لأنه إسلام يعني في النهاية. هذا المذهب قبله أهل المنطقة بحكم أنه أتى به أناس منهم وعلمهم بلغتهم باللغة الأمازيغية، يعني هذا الدين، وتوجد وثائق. في فرق بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، فرق بالحروف أم القراءة؟ في حقيقة الأمر هم لغتين مختلفتين، كما أن تقول مثلا التركية والعربية لغتين بعيدة، يعني لا تفرق. علاقة بعض بينهم أبدا، لا من قريب لا في أي علاقة، لا يوجد أي علاقة بينهم. العلاقة التي توجد أن العربية أعطت كلمات كثيرة للأمازيغية بعد الإسلام، كما أعطت للتركية والفارسية بعد الإسلام عفوا كما أعطت للتركية وللفارسية وغيرها، وهذا يعني زاد في غنى اللغة الأمازيغية طبعا بحكم الدين وكذا. والغريب في الأمر نحن لازلنا نستخدم كثير من المصطلحات الدينية بالذات بلغتنا، مع أن المصطلحات الدينية هي أكثر ما دخل في اللغة الأخرى. ماذا تقولون للصلاة مثلا؟ مثلا صلاة يعني بينما نماز يقولون الفارسيون يقولون نماز كذلك، نماز أي مثل الفارسيون، نحن نقول تظليت تظليت هي أصلها هكذا ولكن حرفوها فأصبحت بلغتنا. الصوم أزوم أزوم مثلا، أمود عن الوضوء وإلى آخره. فهناك مصطلحات كثيرة دانا من اللغة. قبلهم الإسلام في البداية، بل كانوا حماته وكانوا مدافعا عنه، يعني مثلا القائد الأمازيغي طارق بن زياد فتح الأندلس. ايش عجبك انه كنا نعرف طارق بن زياد من الأمويون؟ ليس أموي، لا هو أمازيغي. ربما انتم خلطتم بينه وبين موسى بن نصير. موسى بن نصير كان قائده، نعم. وهو يعني القائد الثاني الذي فتح الأندلس. موسى بن نصير بقي في شمال أفريقيا وهو ذهب إلى الأندلس ليفتح الأندلس. كانت هناك مثلا دول كثيرة أقامها الأمازيغيون كالمرابطين والموحدين. أصلا قبل هذا هل العرب كمان يقبلون هذا يعني طارق بن زياد شيء كان؟ نعم لا هذه حقيقة يعني مقبولة، نعم حقيقة خبر. مقبولة يعني نعم. الجميع يقول هذا، يعني ليس هناك أي اختلاف في ذلك. نعم ويوجد قادة آخرين كثر، ولكن هذا لأنه مشهور ولهذا ذكرناه يعني، ولكن يوجد أسماء كثيرة عبر التاريخ الأمازيغي.